شارف برد أيام العجوز على الانتهاء وهي 7 أيام عادة في نهاية موسم البرد تقريبا من 26 من فبراير وحتى 4 مارس، حتى شهدت مناطق مختلفة في المملكة هالفترة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني أيضا في مدى الرؤية الأفقية. صحيح عبدالعزيز، مع أنه هالأجواء باردة نوعا ما إلا أنها ليست بالبرودة المتوقعة والمعتادة مقارنة بالسنوات الماضية، وهالشيء مشاهدينا ومستمعينا مش بس في المملكة وإنما الحال نفسه بمعظم دول العالم. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم لنا ضيفنا الدكتور جمال الموسى، محاضر أرصاد جوية في الأكاديمية البحرية الأردنية. يا هلا وسهلا فيك معنا في MBC في أسبوع. يعني بعض الدول كأمريكا مثلا شهدت مؤخرا مستويات جديدة من الحر في فصل الشتاء أدى لاحتراق غابات في تكساس، وهالشيء يعني سابقة من نوعها طبعا في مواسم البرد، فوش السبب برأيك؟ مساء الخير لحضرتك، مساء الخير لزميلك، ومساء الخير لجميع المشاهدين. في 30/11 تقريبا صدر تقرير عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تقرير مؤقت حول المناخ في عام 2023. كانوا يتوقعوا أن تكون عام 2023 هي يعني تسجل رقم قياسي في ارتفاع درجات الحرارة، وفي 12/1 من عام 2024 أكدت المنظمة العالمية في تقرير آخر أنه فعلا عام 2023 كان هو الأحر على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، اللي هي بدأت تقريبا منذ عام 1850 إلى 1900، وبالتالي يعني هون سجل رقم قياسي وبلغ الارتفاع في درجات الحرارة، تجاوز أو وصل لعتبة درجة ونص اللي هو الحد اللي وضعه مؤتمر باريس للتغيرات المناخية في عام 2015 أن لا تتجاوز الزيادة في درجات الحرارة عن الثورة الصناعية درجة ونص، لكن في عام 2023 تجاوزت أو وصلت إلى هذه العتبة. لكن ما هي الأسباب؟ الأسباب أول شيء ظهور ظاهرة النينو في عام 2023 وستستمر أيضا في جزء من عام 2020 وسيكون تأثيرها في عام 2024 أكثر، وبالتالي هذه ظاهرة النينو اللي هي زيادة الارتفاع في درجات الحرارة في المنطقة الشرقية من المحيط الهادي عند المنطقة الاستوائية لها تأثيرات مناخية أو تأثيرات على ارتفاع درجات الحرارة تؤدي تقريبا إلى ارتفاع درجات الحرارة. هذا واحد. اثنين اللي هو النشاط الإنساني وزيادة استخدام الوقود الأحفوري، زيادة انبعاث الغازات الدفيئة وأهمها غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز. هذه الغازات صارت وصلت مستويات قياسية وأيضا زاد تركيزها في الغلاف الجوي بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة. هذا أدى إلى طبعا زيادة في درجة الحرارة، زيادة في درجة حرارة المحيطات. هذا الارتفاع اللي أدى زيادة درجة حرارة المحيطات أدى إلى موجات حارة وجفاف في بعض الأماكن وعواصف في أماكن أخرى. تغير المناخ جعل الموجات الحارة أكثر تكرارا، أكثر شدة، وأيضا زي ما حكيت أنه نتيجة استمرار أيضا ظهور ظاهرة النينو واستمرارها في هذا العام، وأيضا طيب. زيادة انبعاث الغازات الدفيئة وزيادة تركيزها سيكون عام 2024 أيضا أكثر دفئا، وممكن مرشح يكون من أشد تسجل فيه أعلى درجات حرارة زي عام 2023 إن لم يكن أكثر. دكتور جمال، يعني من خلال حديثك هذا وكأنك تقول أن السنوات المقبلة سيستمر فيها مواسم الصيف أو الشتاء حتى على هذا النحو، وربما يعني أنا أراها أسوأ لأنه بالفعل ننتظر الشتاء من موسم إلى آخر.
نعم صحيح، وبنلاحظ أنه في اليوم الأول من عام 2023 حطمت 8 دول أوروبية أرقام قياسية في درجات الحرارة المرتفعة، وأيضا بداية الانقلاب الشتوي هذا العام في نصف الكرة الشمالي اللي هو كان تقريبا هذا العام بحدود 22-12 بداية فصل الشتاء، أيضا سجلت كثير من الدول الأوروبية والعواصم الأوروبية درجات حرارة مرتفعة. يعني مثلا في بولندا بداية هذا العام وصلت إلى 19 درجة، في الدنمارك 12.6، في التشيك حوالي 19.6، هولندا 16.9، بيلاروسيا حوالي 16.4، ليتوانيا 14.6، ولاتفيا حوالي 11.1، سان بطرسبيرغ حتى 4.5 تقريبا، موسكو بحدود 5 درجات، ألمانيا بحدود 18. إذا شهد هذا العالم اللي كان يتوقع في فترة الكريسماس وفترة النيو يير أنه يكون في ثلوج، ارتفعت درجات الحرارة على غير عادي. طيب. أيضا زي ما تفضلتوا بالتقرير في ولاية تكساس وفي كندا وفي جزء من أمريكا، معظم الأجواء والتقارير اللي بتوصلنا من هناك بتشير إلى أنه هذا العام كان الثلج أقل والحرارة أكثر ارتفاع، وأيضا حتى في أوروبا. يعني دكتور حتى جمال، في أوروبا في عفواً، كثير ولكن من بالحديث عن منطقتنا العربية نبغى نسألك كيف راح يكون الطقس في منطقتنا العربية خلال شهر رمضان تحديدا؟ هلا بالفترة هاي مثلا في منطقتنا هون في بلاد الشام وشمال المملكة العربية السعودية في إلى حد ما، يعني هلا الآن يؤثر امتدان مرتفع جو سيبيري، كتلة هوائية باردة نسبيا، هذه أهم ميزاتها، الكتل اللي بتيجي من هذه المناطق من جهة سيبيريا بتكون باردة وجافة، وبالتالي بنشعر في البرودة في فصل في فترة الليل، لكن الأيام القادمة إن شاء الله يوم الأحد في انخفاض على الحرارة، لكن تتحول الرياح لغربية وبالتالي تزداد نسبة الرطوبة، يعني ممكن نشعر أنه الجو أدفى، وفي بعض الأمطار مثلا في الأردن، في سوريا، في لبنان، في فلسطين، شمال المملكة العربية السعودية، وأيضا في العراق، لكن يعني تقريبا تستقر الأجواء 2-3، لكن بعد 6-3 في أيضا هناك موجة من الأمطار أو فترة يومين إلى 3 فترة أمطار، لكن بعد 10-3 متوقع تقريبا بالحسابات أنه يكون بداية شهر رمضان في 11-3، وإذا للرؤية ممكن يكون ب 12-3 حسب تقارير علماء الفلك والمختصين في هذا الموضوع. بعد 10-3 متوقع أنه ترتفع درجات الحرارة في المنطقة عندنا وفي المملكة العربية السعودية وشمال المملكة العربية السعودية، يعني ممكن عندنا في عمان توصل في العشرينات وبداية العشرينات، يعني ممكن في المنطقة الغربية في المملكة العربية السعودية تكون في بداية الثلاثينات، في المنطقة الوسطى الرياض والشرقية ممكن تتجاوز 27 درجة، وبالتالي إن شاء الله في يعني راح يكون الجو بشكل عام معتدل في النهار لطيف بالليل في بداية شهر رمضان. شكرا جزيلا لك دكتور جمال الموسى المحاضر في الأكاديمية البحرية الأردنية المتخصص في الأرصاد الجوية.